صباح الخير يا احلى ناس بالدنيا، رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون كتير حلو، كتير مسل، كتير مميز. رح اعمل رسمة كاملة بس باستخدام منشفة. بدي اعطي كريدتس لاياتي لانه صراحة الفيديو شفته عندها، فرح اعمل نفس الفكرة تقريبا. فهلا رح اروح اجيب الاغراض اللي بحتاجها، رح اخذكم معي هذا المشوار، بعدين رح نيجي على البيت ونجهز كل اشي ونجرب هالرسمة. I think رح اعمل بهذا الفيديو تنتين بدل رسمة واحدة. فهلأ رح اروح اجيبهم، اجيب الاغراض ورح افرش هون البيت عنا هون كامل، ورح نعمل هاي الرسمة الحلوة ويمكن اهديها لحدا او يمكن اخليها الي حسب نشوف مين بيستاهل. يلا تعالوا معي. طيب يا جماعة، انا وصلت على مكتبة ابو شنا، وصلت على هاي المكتبة وهي كتير كتير معروفة بوسط البلد. هلأ رح اخذ من عندها عدة رسم والوان وشغلات نرسم عليها، فتعالوا. مرحبا، يعطيك العافية، كيفك، شو اخبارك؟ بدي الوان اكريليك، اوكي، وبدي كمان مك اشي هيك ابيض، ايش اسمها؟ الكانفاس عشان بدي ارسم عليها رسمة. اوكي، الوان اكريليك، بدي الالوان، بدي اسود وابيض وازرق وبيربل واصفر. طيب يا جماعة، هي هدول اول اشي، اوكي مع كاسة القهوة هون. هي هدول اول اشي الالوان بدي اياهم، رح استخدمهم، جبت اكتر الوان فاقعة عشان الرسمة تطلع نار. هلا رح ناخد الكانفاس اللي هي الاشي رح ارسم عليه اللوحة تاعتي. احكي لي ايش الكانفاس احسن واحدة؟ بدي تنتين كبار، تاني حجم مستطيل، يعني شكل مستطيل. لا هاي كتير كبيرة، اوفر. هلا اشوف 75، ممتازة. واشوف الكبيرة هاي 60 80. شو رايك اخذ التنتين؟ اوكي يا جماعة، صراحة قررت اخذ التنتين حسب اذا بحسب لنا اياهم بسعر مناسب. اذا لا رح اخذ واحدة غلط. بدك تعينها؟ اه ايوه، شو تلفون وسطات وسطات مش بعيد. واخر اشي بحتاجه اللي هو البرش، اللي هي رح تكون اللي هي هاي، رح اقول لكم بعدين ليش رح استخدمها. فهيك بنكون خلصنا الشغلات اللي بدي اياها من هذا المحل، هلا رح نضبهم ناخذهم ونكمل باقي شغلات نبنيهم. بس بدي اورجيكم شغلات غريبة تطلعوا. هاد شو هاد؟ الخط العربي. هاد الخط العربي؟ خمس الحداد. اوكي. اوه والله اول مره بعرف. الناس اللي بيحبوا الرسم حيكيفوا على هاي الشغلات اللي بالمحل، طالما احلاها. ايش هاي؟ هاي نفس الشغل. اه، تحطي الحبر جوا. يا جماعه هدول الناس البروفيشنال بالتخطيط العربي، احنا انسى بلاش دخل. طيب الصراحه قررت اجيب هذا الجلتر عشان هيك يعطي جمال للرسمه. بتعرفوا انا بفهم بالفن، بفهم بالطبخ وبفهم بالهايجين، بفهم بالرسم، كل شيء. اذا شوفوا لقيت هدول البرشز تاعوني الميك اب، طيب زي هاي مثلا العيون كذا، فبحكي لي صاحب المحل انه ايش الصالون اللي جنبهم بيضل ياخذ من عنده، باخذ من عندي. بدل ما ياخذ فرشاه، يعني يشتري عادي فراشه عاديه، بيجوا عند تبع محل الرسم وبياخذوا منه فراشه. يا امي انتوا لازم تروحوا صالون هون. شو 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 محل فن، لازم ميك اب وهيك. كثير مضحك الموضوع. اسمه خلص بدي اخذ معي انا على البيت، اخذ هاي عشان الكونتور. هاي هديه، هاي هديه. يا الله، انا بدي كل شيء تعطيني اياه هديه. يعني طبعا احسنهم. هو مش عارف، انا ما بمزح. يا جماعه هنا اخذنا عدتنا، هلا بدنا نروح على ثاني مكان عشان نجيب باقي الشغلات. يلا واحد اثنين واحده سريع. طيب يا جماعه هنا جبنا الالوان زي ما شفتوا، هلا بدنا نروح لاخر محل، رح نجيب بس كاسات بلاستيك ورح نجيب المماسح اللي بدنا اياهم. كل حد طبعا هلا بكون قاعد مماسح لايش يا صبا؟ بدك مماسح؟ رح تعرفوا ليش بدي مماسح هلا بآخر هذا الفيديو او بنصه. فهلا رح اجيبهم ونخلص اغراضنا اللي بدنا اياهم ونبلش الاكسبيرمنت الخرافيه تاعتنا. ليتس جو. مين بتذكر هاي السبينر؟ بتتذكروها؟ والله يوصلي، بس احذروا ليش رح نستخدمها، هلا رح اقول لكم. طيب يا جماعه هين جبت كل الاغراض هون، الالوان والمنشفه. اي ثينك رح نستخدم هاي السبيس او السبيس اللي هناك عشان نعمل عليها الرسمه تاعت المنشفه. رح اعمل تنتين، بس انا هاي المره جبت الدائريه، فرح نكون تغيير، يعني هم دائما بيعملوها بالمربع، انا جربت اجيب الدائريه ونشوف كيف رح تطلع. يلا نبلش. سو فكره السبينر هاي رح استخدمها انه رح احطها تحت الرسمه عشان اقدر الفها على راحتي، لانه هلا بس نعملها حورجيكم كيف لازم نلف الرسمه عشان الالوان هيك كلهم تدخل بعض. رح احط هاي تحت ال نسيت اسمها، شو اسمها؟ بيكسل اللي هو تحت اللوحه، ونلفها زي هيك عشان تلف وتتجانس الالوان مع بعض. يلا نبلش. ترى وهي غيرت اللبسه كامله، لبست لاب كوت ولبست بطلون ما بدي اياه عشان ازعج عليه. يا جماعه وين متحمسين؟ لبسه منو شو يشتغل هلا؟ بدنا نفرد. طيب بسرعه، هلا رح نفرد المشمع هون، وهدول بنخففهم بمي الالوان، لانه صار يحكي لصاحب المكتبة لازم نخفف بألوان. هاي القشاط رح احط عليها الممسح اللي جبتهم، فيلا نبلش.
ساتيسفاينغ هذا الموضوع. هاي رح نرسم علينا عليها هينا فرشنا هون كل شيء، وهي المنشفة رح نحط هاي بالنص هاي. اوكي هاي ما بتلف، فلازم نحط تحتيها سبينر. صراحة ما بعرف ايش الناس بحطوا بالعادة، بس انا يعني حسيت السبينر احسن شيء، فان شاء الله تزبط. ما رح تزبط لان هاي مش لازم تتلزق هيك. طبعا يا جماعه اختي مهندسه، فهي رح تساعدني هلا بتخفيف الالوان. هلا بنحط كميه صغيره، في جد لازم يتخفف. حطي بايدك يا اختي. ايوه، ورح نخفف هاي الكميه بالمي. طيب يا جماعه، هينا حطينا الالوان هون بالعلب. فهلا ايش رح نعمل؟ الخطوه الثانيه رح نحط مي الكاسات عشان نخفف. طيب رح نحرك زي هيك عشان نخفف اللون. حط قد ما انت بتشوف مناسب. طيب رح نعمل هيك في باقي الالوان ونرجع لكم. طيب يا جماعة، زي ما شايفين الدنيا ليل، ما لحقنا نعمل كل اشي، وصراحة انه لما اجينا نخفف الالوان كتير اخد وقت. المهم عشان ما بزبط الخليلة تاني يوم لانه بنشف الالوان وهيك، فرح هلا نبلش. حطينا هاي الممسحة بدون عصاي عشان صراحة التوازن ما كان كتير مناسب، لانه ما بعرف كيف بثبتوها بالفيديوهات، انا كتير بستغرب. المهم هلا رح نبلش بالخطوات الجد ممتعة. صراحة انا ما في باترن معين بالالوان، بس رح احط حسب الذوق. يا رب ما تخرب، يا رب بعد كل هذا التعب تخلي تخرب. رح ابكي جد. اوكي يا رب كترت هون. لا لا لا، اسمعوا لازم اكون شوي اكثر فوكس. ايش عم بعمل؟ لا لا. اوكي خلصنا الاورنج، وهذا هو اول شيء طلع معنا لليوم. هلا رح احط اللون الاخضر. اوكي رح احط لبرا شوي. اسمعوا، في مرات هيك بيطلع خط عادي، وفي مرات لا، يعني بيطلع اشي كثير مقرف. اوكي هلا رح ناخذ البينك. والله هلا نار صح. استخدمنا الاخضر، هلا بدي احط من الاصفر. يا جماعه انا حاليا عم بجيب امه للعيد، يعني الله يستر ما يطلع اشي مقرف لاني رح ابكي. اوكي المشكله مش عارفه وين احط بطل في مجال. اوكي رح احط الاحمر هون. ايش عم بعمل؟ انا طلعت فاشله بالرسم، خليني ارجع المطبخ. يعني يا رب اكون عامله شيء منيح لمره واحده في حياتي. اوكي لا 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 لا. اسمع شكلي رح خلص، رح اهبد الموضوع. احط شوية هالقد يعني. اوكي رح ارجع احط كمان باقي الالوان وخلص. اختي نفسها تضربني لانها صراحه صعب بتحرك وهيك، فانا اجيت بكل برود اعصاب خبصت الدنيا. اوكي هينا خلصنا الرسمه، ضل بس اخر لون رح احط اللي هو الازرق لانه حسيت ما في كثير، وطلع طبعا في هون عندنا تكتلات زي هون، فرح احط اخر شيء ازرق. بس ايش رح اعمل؟ رح احط مي. اوكي حنحط مي كمان. بس هيك بظبط. بس انت مهندس يا جماعه بتفهم بهاي الشغلات، انا ما بعرفش ليش الهندسه بتفهم بهاي الشغلات. هي من يوم يومها وهي بتحب الديكورات والالوان، وانا زي الحماره بخبص الدنيا. طيب يا جماعه اي ثينك هيك تمام. هلا جابت العيد نمبر 2. هلا الحركه الصدمه، حبلش الف فيها زي هيك وارفع. اوكي انا شايفه شغلات حلوه لهلا. صراحه هاي جد لازم تكون كثير مركزين فيها. حاسس صرفت مصاري على الفاضي. اوكي عم بتبلش تكون ثقيلة، لازم اتنفس. جنني هي المفروض انه يطلع شكل كثير حلو هلا. طلعوا والله في شغلات حلوة هون عم بتصير، تجانس الالوان مع بعض. على فكرة كل ما عم بلف عم بصعب، عم بتقل وزنها شوي. ما في ورانا اشي. والله حلو، والله حلو، والله حلو، والله حلو. اسمع حسان هنحط كم مرة حكيت والله. اوكي يا رب يا رب يا رب. ولكم شوفوا. اوكي صحيح هون في كثير تكتلات، بس يعني لهلا الامور لوز والاوضاع ناجحة صح؟ كل التعليقات اذا شايفين امور نايمة. Wait till you see the. No 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 no. بس حد استنى ارجع اعمل زي هيك. هلا
الفكرة بحكي لك انه بالاخر بتستخدموا الوان، رح استخدم هلا اللون الاسود، بديره هون على جنب عشان ما يضل يعني بس باماكن الفراغات، بعدين لف فيها اللون الاسود. رح احط مي عشان صراحة ما يصير فيه نظيف شوي. في شعر بيسه هون. بديش بس لازم اليوم اطالع بس. يا رب الله يستر. استنى رح احط بالنص اكثر من لون، احط شويه اورنج واحمر ازرق، بلكي هلا لما لفناهم مع بعض طلع اشي حلو. شويه زهري هون. هلا اللحظه الحماسيه الثانيه اللي هي انه كيف نلفها. حنضلنا المفروض نحرك فيها بس مش عارفه كيف احركها. بيطلع حلو صح؟ لفي بينا يا دنيا طوحينا يا دنيا. طيب يا جماعة رح أحاول أطلع على الحس الفني اللي فيه، فمنيح جبت هاي البرش. رح أول إشي أستخدمها إنه أعمل هيك. طيب هلأ بنفس الفرشاي رح أبلش هيك بس أحرك في الألوان، أدخلهم هيك في بعض. برافو بابا يا أخي سبورتيف يا جماعة سبورتيف. على الاقل حاولنا يعني هيك طلع. بس طلعوا لي هون، طلعوا هاي الالوان كيف هيك داخله في بعض. هاي بستنشف جد رح تطلع كثير حلوه، يعني عامله زي الماربل. طلعوا هون كمان. هلا رح اختمها بشيء على الخفيف واللي هو رح احط شويه جلتر. ما تكتب لا اوكي الجلتر خبصها بس نو جاد بليز نو نو. طلعوا لما دقيتهم كيف دخل الالوان ببعض. والله فخوره بحالي كاول مره في الحياه والتاريخ او اخر مره، لان بابا هلا نفسه يضربني. طيب يا جماعة طلعوا هاي رسمتي، بس حبيت اورجيكم اياها. وهاي الرسمة بابا عملها، يعني طلع ما احلاها يعني والله العظيم. توق علي لا استخدم لا ممسح ولا بطئ، بس مسك الالوان وصرش. طلعوا شو هذا. طيب يا جماعة هذا هو الفيديو كان لليوم. شفتوا الصعوبات اللي مريت فيها؟ يعني بستاهل لايك صح؟ بعرف حالي اني مش رسامة، مش حاجة اعمل هاي الفيديوهات ابدا في حياتي. اذا عجبكم هذا الفيديو اعملوا لي لايك، واكتبوا لي بالتعليقات ايش بكم اعمل لكم الفيديوهات الجاي. اعملوا لي فولو على انستغرام عشان تشوفوا الشغلات المجنونة رح اعملها. احبكم كثير، يلا بشوفكم على الفيديو الجاي. باي.